ليلى لا ليلى لا ليلى لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فاتحة كل قول وعمل، والحمد لله خاتمة كل أمر، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي طلاب الصف الثالث الابتدائي بمدارسنا مدارس ابن خلدون، أهلا وسهلا بكم أحبابي الطلاب في لقائنا المتجدد دائما مع مادة لغتي. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما أحباب الطلاب ما نلتقي بكم عبر بواباتنا مدرستي في بيتي. أحباب الطلاب المرحلة الأولية صف الثالث الابتدائي، اليوم بإذن الله تعالى مع مادة لغتي في الوحدة الثامنة سنكمل ما بدأناه من الدرس الأول الأحياء البحرية، ومعكم الأستاذ عماد يوسف. أولا أحباب الطلاب علينا أن نفتح كتابنا ونأتي بقلمنا ودفترنا أحباب الطلاب في صفحة 156. اعتدنا دائما أحباب الطلاب أن نسعى دائما بإذن الله محققين بعض الأهداف، فأهدافنا اليوم التي نسعى لتحقيقها بإذن الله تعالى تعرف بعض الأحياء البحرية، قراءة النص قراءة جهرية معبرة، وأخيرا إدراك عظمة الله وقدرته. أحباب الطلاب هيا بنا أفتح كتابي على هذه الصفحة درسنا الأحياء البحرية، ونبدأ معا أحباب الطلاب في القراءة الصامتة، وكما اعتدنا دائما أن نلتزم شروط القراءة الصامتة. هيا بنا نتذكر أحباب الطلاب، تعلمون أن القراءة الصامتة هي قراءة سرية بواسطة النظر، ومن شروطها 1 عدم الهمس أو الإشارة، 2 تسجيل الملحوظات، 3 الالتزام بالوقت المحدد للقراءة وبإذن الله تعالى سيكون دقيقتين، 4 التركيز وفهم المعنى لأنك بإذن الله تعالى سوف تسأل عما قرأت. وبعد القراءة أحباب الطلاب دائما يأتي تقييم القراءة الصامتة من خلال قراءتك أيها القارئ الماهر. ما الحيوان الذي له 3 قلوب؟ قرأت في صفحة 156 حيوانا له 3 قلوب. أولا حتى نجيب على هذا السؤال أحباب الطلاب، اعتدنا دائما نحدد أداة الاستفهام، أحسنت أيها البطل، وكذلك علامة الاستفهام، وماذا نصنع بهما؟ نعم نحذف كليهما، ونستخدم ما بقي من السؤال كجذر للإجابة أحباب الطلاب، ونقول الحيوان الذي له 3 قلوب. هيا بنا ننظر إلى الصورة أحباب الطلاب، نعم هو الأخطبوط، أحسنتم. والآن أحباب الطلاب هيا بنا إلى فقرة ومقطع بسيط كتهيئة لنتعرف قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته في هذا السر الكامن في البحار والمحيطات، فمن غير الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يصنع ويخلق كل هذا؟ إنه الله وحده سبحانه وتعالى. هيا بنا أحباب الطلاب نشاهد ونتأمل ونستنتج وندون ما رأيناه من كائنات حية، لأنك سوف تسأل عن
أعظم قدرة الله وما أبدع صنعه في خلقه. بعد أن شاهدت هذا المقطع، ماذا شاهدت من الحيوانات التي درستها أيها البطل؟ نلاحظ معا. أقول شاهدت من الحيوانات التي درستها، نعم أحسنت، السلحفاة البحرية، وماذا أيضا؟ المرجان، أحسنت، وكذلك أسماكا متنوعة. هيا بنا إلى الأداء القرائي أحباب الطلاب، صفحة 156. سرطان البحر. وهو حيوان عجيب يتحرك سريعا في كل الاتجاهات دون أن يغير اتجاه جسمه، ويعرف بأبو مقص. الأخطبوط. وهو حيوان مميز له 3 قلوب و8 أذرع قوية، كما أنه يستطيع تغيير لونه ليناسب البيئة التي يختبئ فيها، فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قنديل البحر. وهو حيوان شفاف ليس له رأس، يشكل الماء نسبة عالية من وزنه. وهناك كثير من المخلوقات الغريبة العجيبة التي تعيش في البحار والمحيطات، فما أعظم قدرة الله وما أبدع صنعه في خلقه. أحباب الطلاب، بعد القراءة الجهرية هيا بنا إلى معجمي الصغير. كما عددنا دائما في معجم الصغير، ما نتعرض للكلمات التي صعبت علينا والتي من خلالها نستطيع تفسير وشرح ما قرأنا. أولا، كلمة قنديل، هذه الكلمة جديدة علينا. عندما أقول لكم أحباب الطلاب كنا نجلس قديما على ضوء القنديل، من خلال كلمة ضوء تستطيع أن تستنبط أن معنى كلمة قنديل هنا، نعم أحسنت أيها البطل، مصباح يضيء بخيط زيتي. هذا المصباح أحباب الطلاب ربما نكون نجهل شكل هذا المصباح، وإليك هذه الصورة أيها البطل. لاحظ القنديل، يمينا تراه مطفئا ويسارا تراه مضاءا. فكلمة قنديل أحباب الطلاب إنما هي المصباح الذي يضيء بخيط زيتي. وقنديل البحر لو أنك تلاحظ أنه يشبه كثيرا في شكله هذا القنديل، لذلك سمي بهذا الاسم. انظر ولاحظ وجه الشبه بينهما. نعم، ها هو القنديل، قنديل البحر، وها هو قنديل المصباح الذي كنا قديما نجلس فيه. هكذا سمي، ولذلك سمي قنديل البحر بهذا الاسم. أما كلمة قنديل أحباب الطلاب هي كلمة مفردة وجمعها نعم قناديل. الكلمة التالية أحباب الطلاب كلمة جسم، والجسم هو أحسنت الجسد، وجمع هذه الكلمة نعم رائع، أجسام وجسوم، ممتاز. خلق فسوى، الله سبحانه وتعالى لم يخلق الأشياء عبثا ولم يخلقها ويتركها، وإنما خلقها وسواها، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وعدلها لتلائم بيئاتها. عندما يخلق الله سبحانه وتعالى كائنا ما، لابد أن يكيف جسده ويكيف ما به ليتلائم مع هذه البيئة. أحباب الطلاب أحسنتم. يشكل، عندما أقول يشكل كما قرأناها في درس أحباب الطلاب، يشكل الماء نسبة عالية من وزن هذا القنديل، قنديل البحر. يشكل معناها أحسنت يا بطل، يكون رائع. الكلمة التالية أحباب الطلاب كلمة المخلوقات. هذه الكلمة كما تلاحظون آخرها ألف وتاء، لو أن حذفنا هذه الألف والتاء تصبح المخلوقة. نعم، فهذه الكلمة أحباب الطلاب كما تشاهدون أنها أحسنت يا بطل، أنها جمع، وإذا أردنا أن نأتي بمفردها نحذف فقط الألف والتاء فتكون المخلوق. أحسنت.
تعيش كلمة معناها، نعم نعم أحسنت أيها البطل، معناها تحيا وضدها تموت. رائع. بعد أن اطلعنا واستنبطنا هذه الكلمات ومعناها أحباب الطلاب، هيا بنا لنتعرض معا للفكرة الرئيسة وكذلك لشرح هذه الفقرات الثلاث التي قرأناها. هيا بنا. الفقرة الأولى سرطان البحر. سرطان البحر قلنا أنه عجيب أي مدهش، والعجيب الذي فيه أحباب الطلاب أنه يتحرك سريعا بسرعة غير عادية في كل الاتجاهات، ولكن العجيب في الأمر أنه لا يغير اتجاه جسمه أثناء هذه السرعة، وكذلك يعرف بأبو مقص. لماذا؟ كما تشاهدون أحباب الطلاب هنا ما يشبه المقص في مقدمة جسده. أحسنتم أحباب الطلاب. إذن نذهب إلى الفكرة الأولى وهي عجائب سرطان البحر. أحسنتم. نأتي إلى الفقرة الثانية أحباب الطلاب. الأخطبوط. والأخطبوط كما نعلم وقلنا أن فيه أمرين مميزين، وهما له ثلاثة قلوب سبحان الله، وكذلك له ثمانية أذرع قوية. هذه الأذرع يستخدمها في الدفاع عن نفسه، كما أنه من العجائب التي في هذه في هذا الحيوان أحباب الطلاب أو الكائن البحري أنه يغير لون جسمه حتى يتناسب مع البيئة التي يختبئ فيها. فإذا كان في بيئة صفراء تغير لون جسده إلى اللون الأصفر، وإذا كان في بيئة خضراء حوله نبات في نبات بحري فهو يغير جسده أيضا إلى اللون الأخضر. لماذا؟ حتى يتيه وفي هذه البيئة فيختبئ عن عيون أعدائه. فسبحان الذي خلق هذا الكائن وغيره ليتناسب مع بيئة التي يعيش فيها. نعود. إذن فكرتنا هنا أحباب الطلاب، نعم الأخطبوط له ثلاثة قلوب وأيضا ثمانية أذرع. أحسنت. والآن نعود كذلك هنا نريد أن نستنبط أيضا فكرة أخرى أحباب الطلاب، وهي نعم قدرة الله سبحانه وتعالى. فنقول فيها قدرة الله وعظمته في حيوان الأخطبوط. الفكرة الأخيرة أحباب الطلاب، هيا نذهب إلى الفقرة الثالثة التي تحدثت عن قنديل البحر، والتي شرحناه في شكله ولماذا سمي بالقنديل. فنجد أن قنديل البحر أحباب الطلاب حيوان شفاف كما تشاهدون، ليس له رأس، وأيضا أن جسده يتكون من نسبة عالية جدا جدا من الماء. إذن الفكرة أحباب الطلاب تتحدث عن قنديل البحر وصفاته. إذن إلى هنا نكون قد شرحنا واستنبطنا المعاني وكذلك الأفكار الرئيسة. واعتد دائما أيها البطل أن تكون فكرة عما قرأت، هذا أمر مهم جدا، أن تكون فكرة عما قرأت، فهذا بالطبع لا يأتي هكذا، وإنما لابد أن يأتي بعد فهم واستيعاب لما قرأت. والآن هيا بنا أحباب الطلاب إلى فقرة الظواهر اللغوية، وأستخرج من النص السابق ما يلي. همزة وصل، عليك أن تقارن بين ما استخرجناه في اللقاء السابق وما نستخرجه اليوم. فاللقاء السابق أحباب الطلاب لن تجد هنا ما يماثله، فإننا دائما ننوع ونعدد في الاستخراجات حتى نستطيع أن نرسخ الكثير من الظواهر اللغوية في أذهاننا. همزة وصل وشرحنا اللقاء السابق، وقلنا أن هذه الهمزة تصل ما قبلها بما بعدها ولا ترسم، وتسقط أيضا في وسط الكلام نطقا. همزة متطرفة، وأخذنا الأسبوع الماضي الحصة السابقة
أخذنا الهمزة المتوسطة وقلنا أنها وسط الكلمة، وهمزة متطرفة أي أنها، نعم أحسنت أيها البطل، آخر الكلمة. ومد ألف، هيا بنا نرى همزة الوصل والهمزة. همزة الوصل أحباب الطلاب، أي كلمة هنا بدايتها ألف دون همزة فهي همزة وصل. البحر، الاتجاهات، اتجاه، هذه الكلمات أحباب الطلاب تبدأ بهمزة وصل. كيف عرفنا؟ سرطان البحر. نلاحظ أن الهمزة هنا وصلت النون التي قبلها باللام التي بعدها، فقلنا سرطان البحر مباشرة ولم ننطق الهمزة، وبالتالي سميت همزة وصل. إذن كلمة البحر، والهمزة المتطرفة هي التي ترسم آخر الكلمة. هيا بنا نلاحظ في هذه الفقرة أحباب الطلاب كلمة كلمة، ولا تتعجل عند الاستخراج حتى لا تخطأ. هكذا ننظر الكلمات، نقرأ كما أنه يستطيع تغيير لونه ليناسب البيئة. هنا همزة ولكنها متطرفة، لا أحسنت أيها البطل، إنها همزة متوسطة التي يختبئ أو. انظر هنا أيها البطل، هنا همزة، نعم جاءت آخر الكلمة فهي همزة متطرفة، نعم كلمة يختبئ. المد بالألف أحباب الطلاب موجود كثير، ننظر معا هنا، سرطان أحسنت، مد ألف وقبلها فتح أحسنت أيها المبدع، والطاء نسميها أحباب الطلاب ها حرف ممدود، نعم حرف الممدود يأتي قبل المد. حيوان، نعم الواو حرف ممدود والمد ألف. اتجاه، نعم مد الألف موجود والجيم الممدود. إذن كلمة حيوان. والآن مع شدة مع الكسرة، هيا بنا نرى حرفا مضاعفا به كسرة. انظروا هذه الكلمة أحباب الطلاب، يغيي، هذه شدة مع الكسر. اتجاه، تي، نعم شدة مع الكسر أيضا. مقص، شدة مع الكسر ولكنه منوم. إذن سنختار أحباب الطلاب، يغير، أحسنت أيها البطل. لام القمرية، قلنا أنه باستطاعة الطالب أن يستخرج أكثر من كلمة ما دام أن المهارة متوفرة بها. إذن كلمة البحر، تنوين فتح أحباب الطلاب، هنا نذهب سريعا، تنوين الفتح سريعا، أحسنت. اسم نكرة، اسم النكرة أحباب الطلاب ابتعد عن المعرف فال، وابتعد عن اسم الإنسان، وعليك واسم البلد أيضا، وعليك أن تبحث عن كلمة منونة وليست اسم إنسان. كلمة منونة، كلمة حيوان منونة نكرة، سريعا أيضا منونة نكرة، أحسنتم. أسلوب تعجب أحباب الطلاب وقد درسناه، وطبعا تعلمون أننا في هذه الوحدة نراجع على المهارات المكتسبة في ما سبق درسه. هيا بنا نرى أسلوب التعجب، فما أعظم قدرة الله وما أبدع صنعه في خلقه. ها هو أسلوب التعجب أحباب الطلاب، ما أعظم أسلوب تعجب، وهذه هي علامة التعجب. هكذا أحباب الطلاب نكون قد انتهينا من فقرة الظواهر اللغوية، ونأتي الآن لفقرة الإثارة والمتعة والتشويق كما اعتدنا دائما أحباب الطلاب مع الورد وول. واليوم بإذن الله سوف نراجع معا على الأفعال وأنواعها، أصنف كل فعل حسب نوعه مضارع ماض أمر. هيا بنا أحبابي الطلاب. ألو ألفا، سافرت، يكتب،
بك أن تلاحظ وتتوقع أي فعل أو أي كلمة ستنتمي إلى الفعل الماضي لنا. سافرت. أحسنت. المضارع يقول أحسنت. قبل أن تشرع في هذه الألعاب أحباب الطلاب عليك أن تراجع أولا هذه الأفعال: الماضي، أيضا الماضي، الأمر، كتبت، كتب، سافر، قالت، أخطأنا، اكتب، نعم، سافر، ركز، سنتقل للنقطة. هكذا دائما تحدث نفسك أيها البطل عندما تقوم بمثل هذه الأفعال حتى تثبت المعلومات وتتمكن من التفريق بين الأفعال. المضارع يقول أو الياء ويقبل السين الماضي سافر يقبل التاء المنتهية تسافر نعم سلمت. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظرنا هنا؟ الأمر اكتب سلمت. يسافر هذا مضارع هنا نعم سافر أسقطناه هنا أحسنت رائع. قولي هذا فعل أمر أحباب الطلاب سافرت الأمر قالت كتب لا لكن هنا سافر نعم كتب المضارع الماضي أيضا كتبت سافرت أحسن. وبعد الانتهاء نأتي الآن أحباب الطلاب واجباتي بإذن الله تعالى علينا أحباب الطلاب جميعا قراءة الدرس قراءة جهرية معبرة كذلك نسخ الفقرات الثلاث مضبوطة بالشكل بصفحة 156 كذلك إجابة أوراق العمل المرفقة بالدرس. إلى هنا أحباب الطلاب نكون قد انتهينا من لقائنا اليوم ودرسنا اليوم على أمل إن شاء الله أن نلتقي قريبا في حل تمارين وتدريبات الكتاب معا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم معلمكم الذي يحبكم عماد يوسف.